الله على الغزال عثمان غزال نجم نادي اسكو. طبعا انا من الاجيال الجديده، ولكن التقرير والكلام والناس كلها طبعا يعني بتنعي عثمان غزال، وشفنا كابتن مختار مختار وايضا نجوم كره القدم كره الفن الجميل كلهم بينعوه يعني رحمه الله عليه ولاسرته الصبر والسلوان. خلونا نرحب بضيفي الكريم، واحد من نجوم استاد بلدنا واللي تعبنا دايما وحلقاته دايما تقيله وبيزنقني كده في ضيوف تقال، استاذ محمد باهي. طبعا نجمنا ولغه الارقام والاحصائيات، ودايما بستمتع معاه وبالحاجات الطريفه اللي بيجيبها، ولغه الارقام دايما بيبقى ليها كده رونق وطعم خاص. ضيفنا النهارده استاذ محمد باهي، تحياتي. كده رونق وطعم خاص. ضيفنا النهارده استاذ محمد باهي، تحياتي واهلا بيك يا استاذ محمد. اهلا بيك يا استاذ فايز، واهلا بالساده المشاهدين، وانا بستمتع وانا بكون معاك. ربنا يخليك. الحقيقه يعني من القلائل اللي فهموا بسرعه قوي الدوري ده وحبوه يعني. بس تعبت والله يا استاذ باهي. وانا بحب اللي يحب الدوري ده. والله تعبت يا استاذ باهي. الله يكون في عونك. الله يخليك. معلش. قول لي، وصلنا لهدف 400 في الصعيد ولا لسه؟ لا، هو فاضل 4 اهداف. يا رب هنزق اهو. في البدايه بس انا عايز اقول انا بشكر الزميله الجديده المراسله مع نورهان حمدي. وده يعني في اطار تدعيم البرنامج ان شاء الله باذن الله بالمراسلين المتميزين. عايز اقول ان انا كان ليا شرف التواجد في الحفلتين، حفله تأبين الكابتن احمد شاكر اللي اقامه منطقه الدعاليه برئاسه المحاسب فتحي عوض الله، وكنت ليا شرف اكون موجود في حفله تأبين نادي اسكو. نادي اسكو يعني بادر بإقامة حفل التأبين لعثمان غزال، أحد رموز الكرة في السبعينات، اللي كان طبعا كلنا فاكرين يعني حمدي نوح كان بيلعب معاهم، وكان يعني أنا عشان مفتيش فأنا يعني حضرتك سيب حضرتك تتكلم. الحقيقة طبعا يعني يمكن السبعينات ونهاية السبعينات وبداية الثمانينات ده أفضل حقبة تاريخية في تاريخ كرة القدم من حيث النجوم الموهوبين. كلنا فاكرين لو ببساطه كده لو مسكنا النادي الاهلي في هذه الفتره هتلاقي اي حد هيقول تشكيل النادي الاهلي حسن حمدي ومصطفى يونس والخطيب ومصطفى عبده وشطه وكل الناس ديت، وكان طبعا كابتن جمال عبد الحميد و الزمالك، هتلاقي فاروق جعفر وحسن شحاته وعلي خليل طه مصري جميع. لو بصيت المحله ترسانه عمر عبد الله شاذلي وابو تريكه هتلاقي الحقبه دي بالذات من الزمن هتلاقي الناس فاكره والمنصوره والشال وسعد سليت يعني هتلاقي كل الفتره دي بالذات كانت فيها رموز كره القدم اللي اعطوا بلا مقابل. مظبوط. عايز اقول بقى كمان ان احنا ندخل في موضوع بقى الاحصائيات والارقام. برضو عايز اعرج سريعا على ان 90% من الجامعات العموميه هتقام غدا في انديه ده في النهارده ما هو الخميس وجمعه او جمعه والسبت يعني على حسب الانديه اللي بتحدد. تمام. وبتقام على يومين يعني عاده في اليوم الاول ما بتكتملش نصاب العدد القانوني في الانديه فبتكتمل في اليوم الثاني. بس بتصلي وبتيجي بعد كده. بالظبط كده. فيعني من اهم هذه الجامعات العموميه اعتقد نادي الترسانه، نادي الترسانه فوق صفيح ساخن، والجامعه العموميه يعني بتطالب بتعيين مجلس اداره جديد او اقامه انتخابات. عايز اقول ان هناك في مطالب او نداء من بتعيين احد رموز نادي ترسانه او عوده حسن فريد مره ثانيه. يمكن حسن فريد ساب النادي 4 سنين وراح اتحاد الكوره. صح. ففي الوقت الفاضي الحالي هو فاضي هو، وعايز اقول يعني يمكن لاول مره عايز اقول خبر ان حسن فريد رفض انه يخش انتخابات نادي ترسانه ثاني، وقال لو عايز هرجع بالتعيين. مش اكتر من كده، وهو تحت امر النادي. تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان طبقا للوائح عشان بس الناس تبقى فاهمه، الجامعات العموميه بالذات اللي هي بتقام في الانديه هي لمناقشه الحساب الختامي الموازنه والحساب الختامي يعني. الميزانيه. الميزانيه بتاعت العام الجديد ولا العام اللي انتهى؟ اللي انتهى. اللي انتهى. عايز اقول حاجه بقى لان الناس كتير قوي بيلتبس عليها الامر. في ناس يقول لك ايه احنا هنسقط المجلس، سواء اي مجلس بقى سواء مجلس في طهطا في الترسانه او لا يملك احد ان يسقط مجلس في جمعيه عموميه عاديه. انا بتكلم لوائح وقوانين. اللائحه بتقول ايه؟ عشان تسقط مجلس او تطرح الثقه فيه لابد من جمع توقيعات ثلثي اعضاء النادي. تمام. ومن خلال ثلثي اعضاء النادي يتحدد يوم لطرح الثقه في مجلس الاداره. طب اليوم ده يحضروا مين؟ ثلث الاعضاء اللي وقعوا من ثلثي جملة أعضاء مجلس أعضاء الجمعية العمومية، فبالتالي عملية إسقاط المجالس ما بتتمش كده هباء، ويقول لك دي جمعية عمومية بمناقشة الميزانية ليس بها بند أي بند إسقاط ولا أي حاجة، ولكنها بتبقى مطالب بترقى إلى دخول في تنفيذ أغراضهم
او مخططهم او اهدافهم خلال ايام زي ما قلت لك ثلثي اعضاء الجمعيه العموميه لازم يمضوا، والحضور يكون ثلث من وقع من هؤلاء الثلثي. تمام، كويس حضرتك وضحت النقطه دي. ده انا بتكلم واحده نقطه مهمه جدا، لان في ناس كتير قوي مش عارفه القصه، يقول لك احنا رايحين بكره نسكت مجلس مش عارف ايه. لا يستطيع احد طبقا للوائح والقوانين. تمام، طيب احنا دلوقتي وصلنا، احنا عندنا 1309 هدف في 624 مباراه. انا كنت بحلم بان الدوري القسم الثاني يصل للهدف 2000، ولكن يبدو ان مش هنقدر نوصل للهدف مع نهايه الموسم. مع نهايه الموسم ليه؟ احنا فاضل حوالي 10 اسابيع. انا متوسط الاهداف عندي هدفين و10 و10%، هدفين واحد من 10. لو ضربتها في 10 اسابيع مش هيجيبوا حتى 400 500 هدف، فبالتالي لن نصل الى ما يتعدى 1800 هدف. يعني ده رقم قياسي ولا في لا هو رقم طبعا قياسي. لو وصلنا 1800 ده هيبقى رقم قياسي، لان السنه اللي فاتت واللي قبلها كان وصلنا 1600 وحاجه 1500 وحاجه، ما وصلناش حتى في 1750. تمام، فبالتالي انا كنت اتمنى ان يوصل الهدف ال 2000، يعني اتمنى يمكن يوصل، ولكن لو وصلنا الهدف 1800 فيبقى رقم قياسي. 56 هدف هذا الاسبوع. طبعا كلنا فاكرين ان اكبر عدد من الاهداف هذا الموسم في الاسبوع التاسع 72 هدف، واقل اهداف كان في الجوله الثانيه 42 هدف. ما بين 42 و72 متوسط الاهداف في حوالي الخمسينات، من 50 ل 55 هدف. فبالتالي انا بتكلم بشكل عام، هذا الاسبوع يختلف تماما عن الاسبوع الماضي في كيفيه تسجيل الاهداف. الاسبوع الماضي كانت كل اهداف في الشوط الاول، صح، في الثلاث مجموعات. النهارده المجموعه دي او الجوله دي كل الاهداف او معظم الاهداف في الشوط الثاني، على عكس الجوله 23. طيب احنا عندنا 17 هدف في المجموعه الاولى، 6 في الشوط الاول، 11 في الشوط الثاني. يعني 17 هدف زي الاسابيع 10 و12 و18 كانوا 17 هدف، الاجمالي 396 هدف. يعني نحن على مقربه من 4 اهداف، غدا ان شاء الله هيتحدد الهدف رقم 400 في ملاعب الصيد. 6 فوز هذا الاسبوع ليصل الاجمالي 126 فوز، و2 تعادل ايجابي ليصل الاجمالي 66 تعادل هذا الاسبوع. طيب بالنسبة سريعا كده برضو، بالنسبة للجونة الأكثر تسجيل بالنسبة للاعبين 17 لاعب، زي الترسانة في المجموعة الثانية، زي حرس الحدود في المجموعة الثالثة. وطبعا وفي برضو حاجة غريبة، ان يعني الأسيوطي وسوهاج الاثنين 14 لاعب، أقلهم طهطة في المجموعة 7 لاعبين. تعال ندخل بقى في نتائج المباريات ونشوف الأرقام بتقول ايه. طامية والجونة 0-4، طبعا 4-0 للجونة، والجونة طبعا بيؤكد فوزه على طامية رايح جاي، والجونة لا يخسر في ملعبه. الفوز 11 للجونة والرابع خارج أرضه، الهزيمة 14 لطامية والسبعة على ملعبه. أهداف طامية في مرماه في ملعبه أكتر من أهدافه في أرضه، يعني معظم تلتين الأهداف بيدخلوا في ملعبه أكتر من خارج أرضه. الهدف الثالث لحافظ يحيى، والاول لوائل الدموكي، ومعتز عبد الحميد القادم من جينيس من القسم الرابع ليقود الجونه كصانع العاب متميز في هذه المباراه، والهدف الثاني لاحمد عبد الكريم. وكلنا فاكرين قصه احمد عبد الكريم القادم من انا لنادي مصر ومن نادي مصر للجونه. الاسيوطي وكيما اسوان تعادل 1-1، ادارها الحكم احمد صالح من اسماعيليه تحت شعار صاحب الارض لا يخسر، والتاني على التوالي للاسيوطي يعني بعد المنيا. يعني بيدير مباراه للاسيوطي للمره الثانيه على التوالي بالنسبه له. هو اللي كان في المنيا. هو اللي كان مباراه الاسيوطي وكيما اسوان. التعادل الخامس للاسيوطي والثاني في ارضه، والتعادل التاسع لكيما والسادس خارج ملعبه، والاسيوطي لا يخسر في ملعبه، وده الهدف الرابع لكريم اشرف والاول لعبد الله فخري. مباراه انا وطهطه 3-0، طنطا بيؤكد فوزه رايح جاي على طهطه، هنا بيؤكد فوز على طهطا رايح جاي، وبيقدرها هاني امين، ودي اول مباراه يفوز بها صاحب الارض على ايد هاني امين. اول مباراه. الفوز الخامس لهنا والرابع في ملعبه، الهزيمه العاشرة لطهطا والثامنه خارج ارضه. الهدف الاول لاحمد سمير وعلاء صابر، والسادس لاسلام محمد. على فكره احمد سمير هو هداف هنا الموسم الماضي، وتخيل يسجل اول هدف ليه. يعني حاجه علامه استفهام كبيره يعني، وعلى فكره ما كانش مصاب، ما كان الكلام ده.
والسادس لإسلام محمد أحد اكتشافات إنا. طيب الألمونيوم وبني سويف 1-0 أدارها الحكم عدنان الشريف. الفوز الحادي عشر للألمونيوم والثامن في ملعبه. الهزيمة الستة لبني سويف والخامسة خارج أرضه. الهدف الخامس لأحمد عبد الفتاح اللي هو الشارب أحمد العندليب، وهو أغلى هدف في المجموعة هذا الأسبوع. وعلى فكرة أحمد العندليب رغم أنه هداف الفرقة إلا أنه لم يسجل من الأسبوع الثامن. إيه الحكاية؟ بني سويف لا يفوز على الألمونيوم في تاريخه. الألمونيوم على طول بس كسبه. الألمونيوم اللي كسب. الألمونيوم كسب لكن بني سويف ما بيكسبش خالص. يعني أفضل حاجة بيتعادلوا. الواسطة والمنيا 1-0 طبعا بيثأر لهزيمته من المنيا في الدور الأول ويستعيد ذاكرة الانتصارات على المنيا بعد 3 سنوات. الفوز الخامس للواسطة وكله في ملعبه وما بيكسبش خارج ملعبه خالص. الهزيمة التاسعة للمنيا والسبعة خارج أرضه، ده الهدف الثالث محمود سعيد. نصر الفكرية والتليفونات تعادل 1-1. على فكرة ده التعادل الثامن أو الهدف الثامن اللي يسجله نصر الفكرية مقابل الهدف الثامن اللي يدخل مرمى التليفونات. ودي برضو رقم غريب يعني. أدارها رؤوف الحوشي تحت شعار صاحب الأرض لا يخسر. نصر الفكرية لا يفوز على تليفونات بني سويف في تاريخه. في تاريخه. التعادل العاشر للفكرية والسادس في أرضه. التعادل السابع للتليفونات والخامس خارج ملعبه. الهدف السادس لمروان رمضان والثالث لعبد الله النوبي. مدينة المنورة والفيوم 1-0. الفوز الخامس للمدينة وكلها في أرضه. الهزيمة السابعة للفيوم والستة خارج ملعبه. ده الهدف الأول لأحمد هارون للمدينة المنورة. ده أول فوز من الجولة 18 للمدينة يحققه. الهدف رقم 7 للمدينة في الشوط الأول ورقم 7 في مرمى الفيوم في نفس الشوط. زي ما قلنا 8 و8 ده 7 و7. كابتن جمال احمد هيمسك الفيوم الجولة اللي جاية. خلاص وبدا يدرب الفرقة فعلا. وكان كابتن كريم حسن شحاتة عرض لقطات من التدريب ولقاء معاه اجراه زميلنا سامح الفيوم. تمام. ممكن مباراة سوهاج والبداري ادارها الحكم صبح العمراوي. صاحب الارض لا يخسر باستثناء يعني مباراة واحدة فقط، هي مباراة البداري والألمونيوم في الجولة 21 انتهت 2-1 للألمونيوم. الفوز رقم 13 لسواج والتسع في ملعبه. الهزيمة 12 للبداري ورقم 7 خارج أرضه. ده الهدف الرابع لأحمد لحسام جاد والخامس لمصطفى زايد والثالث لعبد الناصر محمد لاعب البداري. وأعتقد أن سواج وماتش الفيوم اللي جاي هيبقى فوق صفيح ساخن، لأن سواج في المركز الثاني واستفاد او فرق 7 بونت بس عن الاسيوطي وقبل الفيوم بتراجع اصبح من خسر اخر 8 ماتشات كمان سوهاج. بالظبط. والفيوم دلوقتي اصبح من الخمسه اللي تحت، وطبعا بيقوده كابتن مصر جمال عبد الحميد. المباراه هتبقى ملتهبه جدا جدا أكيد. وجديره بالمشاهده. منتخب الاسبوع هذا لمجموعه السعيد احمد خير حارس مرمى تليفونات بني سويف، محمود مجاهد ناصر الفكريه، حازم عثمان المدينه المنوره، محمود شبانه الاسيوطي، احمد مصطفى بندق بني سويف، احمد حسين كيما اسوان، اغاثون ميلاد الالومنيوم، علاء صابر انا، معتز عبد الحميد الجونه، حسام جاد سوهاج، محمود سعيد الواسطه، افضل مدير فني كابتن عصام عبد الجابر كيما اسوان. ودي الاول مره بنختار مدير فني متعادل. جميع الاسابيع ال 24 كلها كان بيكسب، ولكن المعطيات هذا الاسبوع وان هو قلب الموازين وقلص الفارق لصالح سوهاج وعمل حاله في الجدول، فاذا يستحق ان هو يكون افضل مدير فني في المجموعه الاولى. طيب على المجموعه الثانيه. المجموعه الثانيه مجموعه القاهره، واكثر مجموعه شهدت اقالات او شكر المدربين بعد الجوله 24. اقالات واستقالات 4 مدربين. على فكره احنا دلوقتي وصلنا ل 102. انا عايز اقعد معاك عشان نظبط الارقام، عشان الارقام فرق طفيف في 2 أو 3 أسماء بيني وبينك. تمام. 102 دلوقتي. وطبعا رقم مخيف طبعا لم أكيد. يحدث في تاريخ دوري القسم الثاني. 23 هدف 8 في الشوط الاول و15 في الشوط الثاني ليصل الاجمالي 455 هدف. 8 فوز ليصل الاجمالي 138 فوز وتعادل وحيد صح. ايجابي. الاسبوع ده حقق يعني رقم قياسي في عدد الانتصارات، يا دوبك تعادل واحد اهو في المجموعه دي، والمجموعه الجايه ما فيش تعادل. تعادلات، مفيش تعادلات خالص. طيب زي ما قلت لك المجموعه دي فيها ترسانه اكتر عدد من اللاعبين 17 لاعب. الطريف بقى ان النصر منتخب السويس ونادي مصر اللي هم 3 فوق بعض في الجدول مسجل لهم 10 لعيبه.
يعني متساويين في موضوع العشر لعيبه اللي بيسجلوا اهداف. اقل عدد لعيبه في المجموعه وهي فرقه كوكاكولا 7 لاعبين فقط مسجلين الاهداف. اتصالات وسيراميكا باداره تحكيميه لهشام الفلال. الاتصالات لم يفز من الاسبوع ال 18 حتى الان وبيخسر متتالي، وطبعا سيراميكا بياكد فوزه رايح جاي على الاتصالات، والفوز التاسع لسيراميكا والرابع خارج ملعبه، الهزيمه العاشره للاتصالات والثالث في ملعبه. الهدف الثاني لمصطفى مهنا، والطريف ان هو مصطفى مهنا كان هداف الفرقه وهم في القسم الثالث السنه دي، ده الهدف الثاني من الجوله 12 لم يسجل، يعني 12 24 12 اسبوع يعني والدوري ما فيهوش 12 اسبوع ثاني عشان يسجل ثاني. ده الثالث لحسني زكي 12 في الاسبوع 12 16 24. مباراه السكه والدخان اللي انتهت 1-1 هو نفس سيناريو الدور الاول، تعادل برده بدور الحكم محمود وفا لاول مره هذا الموسم. ده السكه الحديد اكتر الفرق دفعا باللاعبين، مقيد 30 لعيب لعب منهم 28 لاعب. طب حلو، اكتر فرقه من لعيبه. طب الاثنين دول ما لعبوش ليه؟ مصابين. لا متأيدين، يعني نتمنى ان هم يشتركوا، نتمنى في المباريات الجايه. ولا تعليق، هقول لك بعد الحلقه. خلاص ماشي. التعادل التاسع للسكه والرابع في ارضه، التعادل رقم 14 للدخان والتاسع خارج ملعبه. ده الهدف الاول لاحمد علي المدافع المساك، والثالث لمحمد السقا للدخان. كوكاكولا جمهوريه شبين 2-0 هو نفس نتيجه الدور الاول رايح جاي، الفوز الثامن لكوكاكولا والرابع في ملعبه، الهزيمه التاسعه لشبين والسادس خارج ارضه. كوكاكولا عايز اقول خبر، كوكاكولا بيفكر في تغيير ملعبه ابتداء من الاسابيع الجايه. مولين العرب. مولين العرب الفرعي. ابتداء يعني ان شاء الله من الاسابيع اللي جايه. الهدف الثامن لكريم لالا والثاني لاسلام كانو. النصر نجوم مستقبل 2-0 وبيأكد فوزه رايح جاي، وعلى فكرة التاريخ بينصف النصر على نجوم المستقبل، نجوم المستقبل لم يفوز على النصر في تاريخه في الدوري سوى مرة وحيدة. الحكم الدولي محمود معروف، والمباراة الستة له على التوالي اللي بتنتهي حاجة صفر. تادس مباراة لمحمد معروف على التوالي، لازم تنتهي 1-0 2-0، فاش الكلام ده خالص. الفوز رقم 16 للنصر العاشر في ملعبه، الهزيمة الثامنة للمستقبل والخامسة خارج أرضه، الهدف السادس لمروان حمدي والسابع لمحمد سعيد والثاني له على التوالي. مباراة المريخ والقناة انتهت 3-1 للقناة، بيثأر لهزيمته من الدور الأول، وهي الهزيمة الوحيدة من المريخ منذ 10 سنوات، الهزيمة الوحيدة من المريخ اللي كان خسر منها. الفوز السابع للقناة والثاني خارج أرضه والرابع على التوالي، أول هزيمة للمريخ في ملعبه هذا الموسم، ما اتغلبش. الهدف الرابع لمحمد فرهود وسجل في القناه في الدور الاول كمان، يعني هو حظه عالي على القناه. والرابع لمحمد صادق والاول لابو سريع والاول لاحمد فتحي بوجي. مباراه البنك الاهلي ودمياط اللي شهدت طبعا موضوع الجدل الكبير، واتمنى ان احنا نسمع صوت استاذ خالد كامل. ما عايز اقول لك بقى بمناسبه الكابتن خالد كامل، بمناسبه هذه المباراه، واتمنى مصطفى شودي يجيب لنا اللعيب دلوقتي على التليفون. انا عايز اقول ان انا اتصلت بالكابتن خالد كامل فعلا، وكان المفروض ان هو يدخل المداخله، وقال لي طب انا عايز اتفرج على واحنا جبنا الحاله هو فعلا اتفرج عليها. في الاول قال ان يعني تقرير الحكم هو طبعا هو الفيصل، ولكن لما شاف الموضوع بعينيه قال احنا ما عندناش اي مشاكل زي موضوع سيد المحل ما اللجنه رجعت فيه، احنا بس لكنها اجراءات. ايه هي الاجراءات؟ ان البنك الاهلي يتقدم تظلم بشكوى او بتظلم ومرفق في الواقعه، واحنا الحمد لله عرضناها، وبالتالي هتروح للجنه الحكام، ولجنه الحكام هيحولها للجنه المسابقات، واعتقد ان هيبقى في قرار، واحنا رفعنا عنه الحرج وما دخلتش قال الكلام ده، بس انا بقوله الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه بينه وبينه. احمد حلمي لاعب البنك الاهلي معانا على التليفون، واكيد سامعك استاذ باهي. احمد تحياتي وتحيات استاذ محمد باهي ليك. السلام عليكم، ازيك يا كابتن؟ سلام ورحمه، الحمد لله. اخبارك ايه يا احمد؟ الحمد لله يا كابتن، سامع كابتن باهي اهو. سامعك اهو بيسلم عليك، وابشر ابشر ان شاء الله خير باذن الله. ان شاء الله يا كابتن، والله اقسم بالله انا ما عملت حاجه، حضرتك اللقطه مع حضرتك يعني انا النفاع عادي. وبعدين يا كابتن عايز اقول لحضرتك حاجه، الراجل من اول الماتش متعصب جدا. انا حتى بهديه بقول له يا كابتن ايه ده انت متعصب، احنا كلنا بنساعد بعض، منظومه واحده وبنساعد بعض. كره عاديه خالص يا كابتن، مشتركه بيني وبين الفيرود، اقسم بالله ما عملت له حاجه. قمت بقول له يا كابتن انت حاسب فاول ولا بيني؟ جاي هو من دفاع خبط فيا، انا اللي وقعت يا كابتن،
ايوه بقى شفنا انا عرفت ان هو بعد الـ الـ بعد الماتش ان هو كاتب ان انا ضربته. طب انا لو ضربته يا كابتن المفروض يرجع الماتش ده مبدئيا. وبعد كده عرفت ان هو كاتب في التقرير ان هو ان انا ثبت له وقلت له هبطلك تحكيم. طب انا كابتن هبطلك تحكيم اجل العقوبه دي؟ لا طبعا. الو لا انا سامعك، معاك يا احمد، معاك يا احمد. الو احمد انا سامعك. يا كابتن والله ايوه يا كابتن، فانا اقسم بالله اقسم بالله والله العظيم انا اصلا مش من اخلاقي يا كابتن ان انا اغلط في حد او ان انا بعدين يا كابتن ده دوري مذاع يعني انا مش غابي لدرجه ان انا مثلا اطلع اضرب حكم. طيب وده اكل عيش. طب يا احمد بص انا عايز اقول لك حاجه بس واحنا عارضين اللقطه دلوقتي، الحكم في تقريره كاتب الاتي انك انت تعديت عليه ولم يكتفي بذلك قال ان انت يعني شتمته بافظع الشتائم يعني انت حتى بتشوح اهو حاجه زي كده. فالتقرير انا عايز اتكلم طبقا للوائح ان لو انت تعديت عليه خلاص اوكي 8 اشهر وحاجات كده، لكن انت اللي حصل ان انت تعديت عليه، لو تعديت عليه باللفظ او القول ده ليه عقوبه ثانيه اللي ده يعني فرنج من 4 ل 8 مباريات. ما فيش مشكله دي اللائحه اللي بتقول كده يعني. ايوه تمام. بص اقسم بالله يا كابتن والله يا كابتن صدقني اقسم بالله انا طالع بقول له يا كابتن اول ما وقعت بقول له يا كابتن ده انت حضرتك حاسب بين، فبقول لي ما تتكلمش معايا. قلت له يا كابتن طب يعني انا اقول لك ايه يا كابتن؟ بقول له يا كابتن بص اللي حصل بالظبط، بقول له يا كابتن حسبي الله ونعم الوكيل، انتوا عايزين تنزلونا انا مع الفرقه دي يا كابتن، انا في نادي البنك من بقالي 3 سنين تعبنا عشان نصعد الفرقه دي. فانا كل زعلي اللي هو يا كابتن قرارات عكسيه والنتيجه كانت 2-0 يعني 3-0 بعد البنك خلاص الماتش خلص. تمام. فبقول له يا كابتن انت عايز مننا ايه؟ انت عايز تنزلنا؟ طب احمد انا عايز احمد عايز اطمنك ان الاستاذ خالد كامل رئيس لجنه المسابقات اطلع على الواقعه واطلع على الفيديو وطلب ان نادي البنك البنك الاهلي يتقدم بتظلم على العقوبه، واستشهد بموقف حصل قبل كده ما بين صيد المحله وديكيرنس ان تم حسب نقاط مباراه وتم الرجوع في قرارهم، فبالتالي ممكن يكون في رجوع في موضوع الثمان شهور، تتم طبعا تخفيض العقوبه بشكل كبير جدا ممكن 3-4 مباريات وتم تقليل العقوبه، فان شاء الله خير باذن الله. واستاذ خالد كامل وعدنا ان هو هيشوف الموضوع ده بنفسه. اشكرك شكرا جزيلا. احمد حلمي لاعب البنك الاهلي، اتفضل استاذ باهي. الحقيقه طبعا يعني ده دورنا في الاعلام ان احنا نوضح، طالما احنا شايفين حاجه فاحنا بنحاول ان احنا نساند الحق، يعني احنا مع الحق. طيب نسيب مباراه البنك الاهلي اللي ادارها محمد صابر من القاهره ونخش على مباراه الترسانه ونادي مصر اللي انتهت 2-0 ومصر كان كسبان الترسانه في الدور الاول 3-0 وادارها حكم الدولي محمد فاروق. الفوز رقم 11 لنادي مصر والخامس خارج ارضه والهزيمه الثامنه للترسانه والثالث داخل ملعبه. تمام. ده الهدف الرابع لعبد الفتاح الاغا والسادس لحسين حمدي. يمكن المباراه هو حسب له الهدف لعبد الفتاح الاغا عشان هي خبطت في لعيب في رجل لعيب وغيرت اتجاهها. حتى لو اخر واحد من اللاعب المنافس. تمام. بتتحسب له هو. تمام. طيب مباراه الزرقاء والشرطه اللي ادارها الحكم محمد ابو خاطر انتهت 1-0 بنفس نتيجة الدور الأول، والطريف إن بنفس المباراة شهدت إقالة أو استقالة علاء صابر. النهارده برضو استقالة ماهر عبد الحليم الدكتور ماهر. فمش عارف ماتش الشرطة بالنسبة لهم بيمثلوا كهرب الدنيا. عقدة يعني. ده الهدف الخامس لعمر كمال عبد الواحد والشرطة بيأكد فوزه رايح جاي على الزرقاء. تمام. أخيرا مباراة كهرباء إسماعيلية ومنتخب السويس بيسأر لهزيمته من الدور الاول بنفس النتيجه، الفوز الخامس للكهرباء وكله داخل ارضه ما بيكسبش خارج ملعبه، والهزيمه السادسه للسويس والرابعه خارج ارضه. ده الهدف الثالث لاحمد غريب لاعب كهرباء اسماعيليه الاحد يعني نجوم الفرقه بصراحه السنه دي، يعني واحد هداف رغم ان هو بيلعبش فيرود صريح بشكل يعني. اساسي وبيلعب بشكل اساسي بيلعب بشكل اساسي. تمام. من اكثر اللعيبه اللي شاركت يعني. تمام. منتخب الاسبوع لمجموعه القاهره والقناه، حماده الدسوقي في حارس مرمى القناة، أحمد السيسي اتحاد الشرطة، محمد شحتة دمياط، أحمد الحسيني كوكاكولا، ويسا الدخان، محمد السويفي البنك الأهلي، محمد سعيد النصر، محمد السادات سكة الحديد، عبد الفتاح الأغا نادي مصر، رافائيل أوبنج سيراميكا، حسام أسامة كهرباء إسماعيلية، أفضل مدير فني كانت بين أحمد العجوز القناة وممدوح عبد الحي نادي مصر، ولكن نظرا لان نادي مصر بقى في المركز الثاني وعمل يعني شغل كويس فبنهنيه كافضل مدير فني لهذا الاسبوع.
نروح للمجموعه الثالثه استاذ باهي، ومجموعه بحري واسكندريه واكثر مجموعه شهدت اهداف الاسبوع 24. 16 هدف زي الاسبوع اللي فات بالظبط، لسه الاجمالي 458 هدف، 216 مباراه، 9 فوز، العلامه الكامله، يبقى ست ومفيش تعادلات، يبقى 66 تعادل هذا الاسبوع. تمام. حرس الحدود الاعلى الاكثر في اللعيبه، 17 لاعب مسجلين، وبرده الطريف ان البلديه والرجاء اللي هم الاول وثاني مسجلين 13 لاعب مسجل هنا زي وهنا. المجموعه الثانيه اول وثاني وثالث زي بعض، وصيد المحلة الأقل 6 لعيبة مسجلين. شربين والرجاء 2-0 بيسقر لهزيمته بالدور الأول، والفوز السادس لشربين والرابع في ملعبه، لهزيمة الثالثة للرجاء وكلها في أرضه. الهدف الأول لأحمد السيد والسابع لمحمد الفيل، الرجاء لا يخسر في ملعبه. مباراة غزل المحلة وكم حمادة 1-0 أدار هشام العسقلاني. الفوز رقم 10 للمحلة، والهزيمة رقم 6 لكم حمادة، والهدف رقم 3 لمحمود بزيد. الأولمبي ودمنهور 2-1 لدمنهور، اسامه العارف فوز رقم 8 لدمنهور، والهزيمه 9 للاولمبي، الهدف الثالث ثاني لطه ابراهيم، والسابع لعمار شرف. مباراه مياه البحيره والبلديه 1-0 للبلديه، بيؤكد فوز رايح جاي على مياه البحيره باداره تحكيميه لصبري ابراهيم حكم القاهره اللي ادار بالثلاث مجموعات، نادرا ما تلاقي حكم يدير في ثلاث مجموعات. الفوز 18 للبلديه والسابع خارج ارضه، الهزيمه 15 للبحيره وثمان في ملعبه، ده الهدف الثاني لمحمد عبد الله، والبلديه لا يتعادل في ملعبه. بدر وديكرنس 1-0 باداره تحكيميه لياسر فوز المباراه الرابعه دي حكم القاهره، فوز رقم 4 لبدر والثالث في ارضه، والهدف الرابع لمحمد عبد الفتاح اتو. مباراه الحريه والمنصوره 1-0 المنصوره، بيسقر لهزيمته باربع اهداف في الدور الاول، ادارها الحكم وليد عبد الرازق، المباراه الثانيه للحريه على التوالي. والثالثة له هذا الموسم للحرية، الفوز رقم 9 للمنصورة مقابل هزيمة رقم 7 للحرية، والهدف الثالث لمروان شاهين. مباراة الحمام وكفر الشيخ 1-0 للحمام، بيسقر لهزيمته في الدور الأول 5-0 لكفر الشيخ، إدارة تحكيمية لعمرو عايد، الحمام الهدف الثاني لريتشارد أكونور، الفوز السادس للحمام والرابع في ملعبه. الحدود ونبارو 2-1 بيؤكد فوزه المرة الثانية هذا الموسم رايح جاي، أدارها الحكم محمد الصباحي، وهي المباراة الثانية على التوالي للحدود. تمام. وقبل كده عمل مباراة البلدية والحدود، يعني الحدود يؤكد فوز رايح جاي، الفوز الرابع 10 للحدود والثامن خارج ملعبه، الهزيمة الثامنة لنبارو والثالثة في أرضه. الهدف الثاني لمحمد ناجح، والهدف الأول لمحمود عبد الله، وطبعا 13 لمحمد الفيومي، وهو أغلى هدف هذا الأسبوع. أخيرا مباراة سيد المحلة وفاركو 3-0 بيؤكد فوزه رايح جاي على سيد المحلة، ده الفوز رقم 12 لفاركو والرابع خارج أرضه، فاركو لا يخسر في ملعبه بإدارة تحكيمية لمحمد عبد العزيز. وأخيرا منتخب الأسبوع معانا ومنتخب الأسبوع طبعا حارس مرمى شربين كان ليه دور كبير في فوز فريقه على الرجاء، محمد شوقي حارس مرمى شربين، هاني السيد مدافع فاركو الهداف، نادر السيد المنصورة، محمود السعيد ديكرنس، محمد عبد الله بلدية المحلة، عبد الرحمن محي الحمام، عمار شرف دمنهور، محمود بزيد غزل المحلة، محمود عبد العزيز نبارو، محمد عبد الفتاح اتو بدر، محمد الفيومي حرس الحدود، واخيرا افضل مدير فني الكابتن محمد صلاح، طبعا اللي قدر ان هو يدخل في المنافسه مره ثانيه وخارج ملعبه وفوز غالي جدا، هي طبعا بنقول له يعني الف مبروك لهذا الفوز الغالي وافضل مدير فني هذا الاسبوع. استاذ باهي بكره جوله 25 بتنطلق من الصعيد، مباراه الفيوم وسوهاج هي اللي ننقلها على الهواء ان شاء الله. جدول المباريات امام حضراتكم اهي الجوله 25، وبكره ان شاء الله هننقل مباراه الفيوم وسوهاج باذن الله زي ما قال الاستاذ محمد باهي، وهي القياده الفنيه الاولى لكابتن مصر الكابتن جمال عبد الحميد، كل التوفيق. مباراه تكون صعبه في ظل تراجع النتائج للفيوم وصحوه سوهاج حتى الان، 7 مباريات أو 8 مباريات بلا اي هزيمه، كلها نتائج ايجابيه، فبالتالي المباراه هتكون صعبه وقويه ان شاء الله. الاسبوع 25 استاذ باهي على كام يوم؟ 3 ايام. الاسبوع 25 جمعه وسبت وحد على 3 ايام. والاسبوع 26 على يومين، على يومين اربع وخميس. احنا لسه مكملين مع حضراتكم وبنشوف المواعيد المباريات، شفنا مجموعه الصعيد ودلوقتي مجموعه القاهره، وهنختتمها بالتاكيد بالمجموعه الثالثه مجموعه بحري واسكندريه. بكره تم تحديد المباراه اللي هنذاعها لحضراتكم، وتباعا ان شاء الله هنقول لكم المباريات اللي هيتم اذاعتها على شاشه النهار رياضه من خلال استاد بلدنا، بصحبه طبعا الزملاء الاعزاء كريم حسن شحاته وايضا الزميل محمد عباس، وكالمعتاد هنكون مع حضراتكم في الختام
في الحصاد. استاذ محمد داهي بشكرك شكرا جزيلا، وكالعاده انت صاحب مكان. اشكرك، انا بشكرك جدا، وبشكر طبعا بيتي قناه النهار، بشكر طبعا الاعداد طبعا بقناه احمد معتمد واسلام كردي واحمد حامد وايه علي واحمد كمون ومصطفى شهدي. الحقيقه طبعا يعني بيبذلوا مجهود كبير كل الشكر يا كل الشكر شكرا. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، وصلنا معاكم لنهايه حلقتنا النهارده من استاد بلدنا، بشكركم شكرا جزيلا، وبكره ان شاء الله يوم جديد واستاد جديد واستاد بلدنا جديد مع الزميل كريم حسن شحاته، وبدايه الاسبوع 25 استنونا غدا باذن الله ويوم جديد في رعايه الله.